الغوالي طلب تساس الاعدادي، حياكم الله بشرح الحلقه رقم 11 من سلسله الوحده الخامسه. محاضرتنا اليوم اللي هو الضمير الموصول الثالث، تكلمنا بالمحاضرات السابقه عن الهو اللي هو تابع للعاقل، وعن الهوز اللي هو شيء او اسم يمتلكه العاقل. محاضرتنا اليوم راح نتكلم عن الضمير الموصول الثالث اللي هو الوير، اللي هو يتكلم عن المكان. هذا الضمير الموصول كل سهل مثل ما ذكرنا بالمحاضرات السابقة، شلون نعرف الضمير الموصول لما يجيني بالأسئلة الوزارية، هل هو هو أو هوز أو وير أو ويش أو ذات، تمام؟ شلون نعرف الضمير الموصول وير لما يجيني بالأسئلة الوزارية؟ ذكرنا أن الجملة الثانية هي تحدد أي ضمير موصول مطلوب من عندك. الجملة الثانية إذا بها كلمة there فهي تابعة للمكان يقصد بها الضمير الموصول المطلوب من عندك هو where. فإذا الجملة الثانية بها كلمة there، there معناه هناك، فهي تحكي عن المكان. إذا المطلوب يا ضمير، المطلوب هو where. خطوات الحل كلش بسيطة. هذا الموضوع بالأي بي ثلاث جمل، اثنين رئيسيات وواحدة خارجية. خطوات الحل، نكتب الجملة الأولى كاملة. نكتب شني؟ الجملة الأولى كلها تنزل. أستاذ ليش تنزل؟ مو كان عندنا فاعل الجملة الأولى، شلون؟ هنا راح نختلف شوية وياكم بالنسبة للخطوات بالوير. بالجمل اللي جاية وزاري واللي هي موجودة بالتمارين، هو لما يحكي الفاعل مالي يكون بنهاية الجملة، فيضطر ينزل الجملة الأولى كلها. فبالضمير الموصول وير تنزل الجملة الأولى كلها تنزل. تكتب وير بعدها تروح تنزل الجملة الثانية بس بدون كلمة ذير. ركز وياي على الخطوات حتى ما تدوخ. أول خطوة نكتب الجملة الأولى ثم نكتب وير. نكتب الجملة الأولى وبعد أكتب كلمة وير. الجملة الثانية بدون كلمة ذير. الجملة الثانية بدون كلمة ذير تنزل الجملة الأولى كلها وير، والجملة الثانية تنزلها بس تحذف منها كلمة ذير لأن هي تابعة للمكان، وينتهي الجواب. ثلاث أمثلة عندنا، اثنين مكررات وزاري وواحد شوية يختلف في القاعدة، أنا اعتبرته شاذ بالنسبة لهذا النوع، راح أشرح لكم إياه اللي هو إجا 2015. المثال إن الرئيسيات المكررات وزاري، أول مثال they have knocked down the restaurant. We had a meal there last year. Use a relative pronoun. 2020-2022. يقول هدموا المطعم الذي تناولنا به وجبة، تمام، السنة الماضية. المطعم اللي أكلنا به السنة الماضية يعني هدموه. فلا شو بالعراقي. أوكي؟ زين أنا هسه قال لي use a relative pronoun. هل هو هو مطلوب مني؟ أكو هي أو شيء بالجملة الثانية؟ لا. هل هو هوز؟ اكو هز او هر؟ لا. هل هو وير المطلوب؟ ايه الوير مطلوب. ليش؟ لان منطيني كلمة ذير. شو منطيني هنا؟ كلمة ذير. اذا المطلوب الضمير الموصول اللي هو وير. خطوات الحل، اكتب الجملة الاولى كامل، راح تنزل الجملة الاولى كلها تنزل، وصلت النقطة. شو يقول؟ ثم نكتب وير. احنا ايش راح نسوي؟ راح نجي للنقطة نمسحها، نكتب مكانها وير. النقطة الثانية، الجملة الثانية بدون كلمة ذير، راح تنزل الجملة الثانية كامل. شو تسوي؟ تمسح كلمة ذير. تمسح شنو؟ كلمة ذير، وينتهي الجواب. نزلت الجملة الأولى كلها، اكتب مكان النقطة وير، نزل الجملة الثانية بدون كلمة ذير، ينتهي الجواب. صار they have knocked down the restaurant where we had a meal last year. Where we had a meal last year. المثال الثاني، the star restaurant has a lovely garden. يقول مطعم النجوم بي lovely garden، حديقة كلش حلوة. You can have a meal there on summer evenings. يعني تقدر تتناول وجباتك هناك، تمام، بي summer evenings يعني ليالي الصيفية، ليالي الصيف. زين هنا أول شيء جاء وزاري 15-17-21. أنا أجي على الجملة الثانية، الجملة الثانية إيش بيها؟ الجملة الثانية بيها there.
زين استاذ تقدر تنطيني دليل انك ليش نزلت الجملة كلها؟ ليش تنزلها؟ هو جاي يحكي يقول مطعم النجوم بحديقة، هو جاي يحكي عن الحديقة، جاي يحكي مو على المطعم بس جاي يحكي على الحديقة مالت المطعم. فالفاعل صاير بالاخير، بسبب الفاعل انه صار بالاخير تنزل الجملة الاولى كلها، تنزل الجملة الاولى كلها. خارج هاي الامثلة لا تدرس، تمام؟ زين راح انزل الجملة الاولى كامل، بعدها مكان النقطة شو اسوي؟ اخلي وير، اخلي شني؟ كلمة وير. اجي للجملة الثانية احذف منها كلمة ذير، احذف منها كلمة ذير وينتهي الجواب. The star restaurant has a lovely garden where we had a meal on summer where you can have a meal on summer evenings. هذا بالنسبة للمثال الثاني. هاي الأمثلة مهمة، كلش مهمة وموجودة بالنشاط. المثال اللي جاي 2015 وشنو سالفته وليش باختلاف، ركز وياي. The university hostel was comfortable. I stayed there for 4 years. 2015 يقول the university hostel، يعني يقصد به نزول مع الجامعة أو الأقسام الداخلية مالت الجامعة كانت مريحة. بقيت هناك لمدة 4 سنوات. أول شيء إجت there كدليل إنه المطلوب مني where، مطلوب شنو؟ where. زين هنا شنو سالفته؟ هو جاي يحكي على the university hostel. The university hostel هنا الفاعل ما يجي بالأخير حتى نزل الجملة الأولى كلها. هنا جاي يحكي the university hostel، هنا راح أطبق خطوات. شنو الخطوات؟ راح أنزل فاعل الجملة الأولى اللي هو جاي يحكي عنه the university hostel، بعدها أكتب where. هنا ركز، أنزل الجملة، أنزل الجملة الثانية بعدين الأولى. شلون خطوات اللي هو الهوز؟ فأنا أجي للجملة الثانية أحذف منها there وأنزلها where I stayed for years لمدة 4 سنوات. بعدها أنزل تكملة الجملة الأولى، أنا كتبت the university hostel but was comfortable. Was comfortable. The university hostel where I stayed for 4 years was comfortable. يقول نزول الجامعة المكان الذي بقيت به لمدة 4 سنوات was comfortable، يعني كان مريحا. هذا بالنسبة لطريقته بالسؤال الثاني أي، وبالنسبة للأمثلة كامل اللي تابعة لهذا النوع. خلونا ننطلق على السؤال الثاني فرع بي، وشون يجينا اختيارات. stay with me. تمام غوالي، بالنسبة للجمل اللي تابعة للسؤال الثاني فرع بي اللي تجينا على شكل اختيارات بالنسبة للضمير الموصول where، شنو قاعدته بالنسبة للاختيارات؟ هذا الضمير الموصول قاعدته لازم يكون قبل القوس مكان وبعد القوس اسم أو ضمير، قبل القوس مكان وبعد القوس اسم أو ضمير، حتى أنت ما تدوخ نفسك. تمام، عندك جمل محددة بمنهج الساس الإعدادي، ركز وياي على هاي الجمل وراح تعرف حسب نظام الشفرات اللي ينطيها إليك السيطر به سيطرة تامة. المثال الأول Riverside Cinema. Riverside Cinema where low which the tickets only cost 6 for students usually has a good foreign films. هذا إجا 2021. هنا قبل القوس عندي Riverside Cinema اسم مكان، بعد القوس the tickets اللي هي التذاكر، تمام، التذاكر مال السينما اسم وليس ضمير، فنختار بهاي الحالة نختار where. هذا 2021. المثال الثاني ما اجى وزاري لحد الان وموجود، هو من ضمن الامثله وكتاب النشاط. ادنبرغ اللي هي بالمانيا. Where low which there is a huge cultural festival every summer is an exciting place to spend the holiday. يعني ادنبرغ مكان اللي هو بي يعني huge cultural festival، بي احتفاليات ثقافيه ضخمه. Every summer كل صيف is an exciting place، مكان مثير to spend a holiday يعني حتى تقضي عطلتك به، مكان كلش حلو. فهنا يحكي على إدنبرغ، الشفرة إدنبرغ، نختار where. المثال الثالث Babylon City where lo that people
like to go sightseeing is a beautiful place. هذا يجي 14 20 21 22 تمهيدي. هنا راح اعطيك شفرتين قبل لا نشرح الجمله، بابلون سيتي وبيبل. هاي ليش اعطيتك شفرتين؟ لان اكو مثال هم ببابلون سيتي بالضمير الموصول اللي هو الوتش او الذات اللي بالحلقه الاخيره بالوحده الخامسه، اوكي؟ فهنا اعطيتك كلمه بيبل وياها. ليش؟ لان اسم، هنا اسم وهنا بابلون سيتي مدينه بابل، وهنا بيبل نختار وير. يقول بابلون سيتي وير بيبل لايك تو جو سايت سينج، يعني المكان الناس يحبون يروحون سايت سينج، يعني رؤيه المعالم اللي بيها، از ا بيوتيفول بليس، مكان جميل جدا او كلش حلو. فهنا سايت سينج معناه رؤيه المعالم، تذكرونا بالاسقاطات مال النشاط. فهاي يجي 14 20 21 22. المثال اللي بعده ما جاي وزاري، the cafe where which I work sells the best ice cream. المقهى الكافي I، شوفوا هنا I شنو هذا الضمير، وهنا شنو عندنا مكان مقهى، نختار where. يقول the cafe where I work، المقهى اللي أشتغل بيها sells، تبيع the best ice cream، أفضل أنواع الآيس كريم. المثال اللي بعده اللي هو الخامس هم كذلك ما جاء وزاري، دبي where low which I spent my last holiday is famous for its luxury hotels. يقول دبي المكان اللي قضيت بيه عطلتي معروفة أو مشهورة for its luxury hotels، بفنادقها الضخمة، فنادقها الضخمة تذكرون luxury luxurious، فأخذناها بالتوصيلات، أوكي، مال الوحدة الخامسة. فهنا الشفرة دبي، تمام، I spent، حتى لو بدل دبي بقت عندك I spent. هذا بالنسبة لشرح الحلقة رقم 11. إن شاء الله ما طولت وياكم بالفيديو، تحياتي لكم.